ناتشورال بيوتي، حدث جميل مميز شهده لبنان بالايام الماضيه بفندق الكورال بيتش بتنظيم خاص للاعلامي زكريا فحام. هذا اللقب اللي نحن اذا بدك صنعناه من ارض الوطن من لبنان، مثل ناتشورال بيوتي، لانه منه اساسا لا صناعه الشرق الاوسط ولا صناعه اي بلد، فهذا الشيء فخورين فيه. 16 صبيه من اصل 93 صبيه وصلوا للفاينل، 3 اشهر عشنا معهم حياه حلوه، تعرفوا على بعض، تدربوا، اخذوهم اماكن سياحيه، كتير قصص عملوها، وأهم شيء إن كنت فيها المحبة. والأهم من هيك اليوم لجنة التحكيم وكل الحضور والإعلام حيشوف 16 صبية على المسرح بدون ميك أب وبدون تجميل، وهون علامة مش استفهام، علامة التعجب. الفنانة المصرية بوسي كانت ضيفة الحفل وكانت سعيدة جدا بمشاركتها فيه. بوسي، مبسوطين فيك اليوم بلبنان، اليوم عم بتشاركي بي ضيفة مميزة بمس ناتشورال بيوتي، خبرينا عن مشاركتك اليوم بهذا الحفل. حبيبي، أنا مبسوطة جدا أنا معاكم النهاردة بشارك في حدث جديد من نوعه، وإن شاء الله ربنا يكتب التوفيق لكل البنات إن شاء الله. اليوم هذا الحفل بخص الجمال الطبيعي من دون عمليات تجميل، من دون إبر، من دون أي شيء بتعرض لجسم الإنسان. كيف بتشوف أنت دي صارت نسبة الصبايا أو الأشخاص اللي صار جمالهم طبيعي هالأيام؟ أنا بقى قليل جدا، قليل دلوقتي، ما بقيتش عارفة إيه طبيعي من مش طبيعي، بالذات إنهم بيبقوا صغيرين جدا على إنهم يلعبوا في وشهم، يعملوا فيلر أو بوتوكس. الفيلر والبوتوكس الحاجات للناس اللي هي بتعدي السن شوية، بتحاول تصغرهم، لكن بلاقي بنات صغيرين لسه ما جابوش 20 سنة وبيبوظوا في وشهم، فبيصعبوا عليا بجد يعني، وهم بيبقوا لسه صغنانين، فحرام يعني. هو موضوع فعلا دلوقتي عمليات التجميل بقى إدمان. جيني إسبر كانت أحد أعضاء لجنة التحكيم بهالليلة وشاركت الصبايا تجربتهم. جيني إسبر اليوم عضو لجنة التحكيم مس ناتشورال بيوتي، خبريني شوي اليوم، أكيد عرفتي على الصبايا من قبل، على أي أساس رح تحطي العلامات للصبايا؟ هلا أكيد الصبايا كلهم حلوين، وأكيد مقاييس الجمال معروفة، يعني الوجه المتكامل مع الجسم مع الوقفة مع كل شيء. يعني اليوم أكيد نحن ما عم نبحث على المثاليات، بس الحلو بينادي حاله، يعني ما فينا نقول المقاييس، في مقاييس محددة يعني بالطول وبالسنتي، بس يعني في ستاندرد معين على أساسه نحن بنمشي، وأكيد مثل ما قلت لك الحلو ما بيخبي حاله. اليوم قليل لك تشوف جمال طبيعي، كله صار بوتوكس وفيلرز وعمليات، شو رأيك بالموضوع؟ يعني لك كل عصر له جماله، يعني له ترند الجمال. اليوم نحن بنشوف مثلا ميرلي مونرو جميله جدا، بس لو كان بوقتنا ما فينا نحن نقول انه هي اجمل الجميلات مثل ما كانت بعصرها، فطبيعي انه اليوم نحن في جمال وفي موضه، فلازم يندمجوا مع بعض على هذا الاساس. كريستينا صبايا كانت ايضا ضيفه شرف بهالليله وكانت مبسوطه بمشاركتها اولا ولسبب تاني ايضا. اول مره ما بكون على فكره بلجنه التحكيم، اليوم انا فري، خي ما عندي هيدا المسؤوليه انه بدي احط العلامات ونجرب نكون قد ما فينا مثل ما بيقولوا فير، يعني عادلين. فاليوم انا جاي اتفرج شوف الصبايا الحلوين، تحمست انه ناتشورال بيوتي الفكره كتير حلوه، خاصة نحن بأيامنا صار العالم دايما متجه على موضوع التجميل، انه اذا بيشوفوا بنت حلوة او صبية حلوة يعني اكيد عاملة تجميل، which is not true. عنا كتير صبايا حلوين، عنا كتير صبايا جميلات بجمالهم الطبيعي. هلا اكيد انا ما مش غلط انه واحد يجمل حاله بهيك مثل ما بيقولوا رتوشات صغيرة اذا بحاجة لها، مش غلط ابدا، بس اليوم للصبايا اكيد كل الحماس، وان شاء الله الله راد بيكونوا موفقين، بس بالنتيجه اكيد صبيه واحده رح تربح. الشابه اللبنانيه جيسيكا قايس فازت بلقب مس ناتشورال بيوتي، والفرحه ما كانت سيعتها. جيسيكا قايس، جيسيكا قايس، مبروك اليوم مس ناتشورال بيوتي، قد ايه مبسوطه بهذا اللقب اللي قدرت تحصديه؟ اول شيء بونسوار وميرسي كثير لك، وانا جدا جدا مبسوطه اليوم وفرحت، يمكن دموعي اللي نزلوا اليوم كانوا اثبتوا هالشيء. كنت موقع توصل الى هذه المرحله وتاخذ التاج؟ صراحه كنت موقع اوصل للتوب 5، بس ما كنت موقع اخذ التاج. لا يوم قد ايه رح تحافظي على جمال الطبيعي اللي عندك؟
اولا التاج هو مسؤوليه كثير كبيره لإلي، هي اولا، والثاني مجرد ما انا اخذت هذا اللقب بجمال الطبيعي اكيد رح احافظ عليه، وبالعكس صار عندي ثقه اكبر بحالي اني اطلع بلا ميك اب كل الوقت.